باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحبائي بهذا الأحد سيدنا يسوع المسيح عم بيبعت تلاميذه الرسل 12 وعم بيعطيهم صفات بدهم ياخدوها معهم على الطريق. بيقول لهم كونوا ودعاء كالحمام، كونوا حكماء كالحيات كالأفاعي. برافو. بس قصة في واحدة من بين الصفات اللي بيعطيها، أي واحدة منهم؟ كونوا حكماء كالحيات، كونوا ودعاء كالحمام. بعد في واحدة، إني أرسلكم كالحملان بين الذئاب. الرب بيعرف كتير منيح إنه كل شخص بمثله هو بده يكون مثله. يسوع هو حمل الله. إذا كان الرب سيرسلكم ما بيبعتكم ذئاب، هو الحمل يرسل الحمل إلى العالم. الحمل أكثر الحيوانات بريئة. الله عم يبعتكم كونوا عندكم روح البراءة، وأنا عم بقولكم كونوا ذكية، بس ما معناتها كونوا كذابين. الذكي منو حسب فكر المسيح، الذكي منو كذاب. الذكي بنظر يسوع المسيح هو المهذب الفهمان اللي بيحمل صفات الله، هذا الذكي. كونوا حكماء كالحياة، بتعرفوا كيف بتكون تفوتوا على قلوب العالم وتبشروها. بتكون تكونوا ذكية، بتكون عندكم خلاقين بالأعمال الروحية. وودعاء كالحمام. مين الحمام اللي بنرمز له نحن بالمسيحية؟ الروح القدس. كونوا عندكم وداعة الروح القدس، لأنه بس تكونوا عم بتبشروا رح يكون مرافقكم صوت. مين بيعرف هذا الصوت؟ مين صوت؟ مين صوت؟ الآب. لاحظوا كيف هذا النص في ثالوث، في ثالوث هذا النص. الحمل يسوع المسيح، الحمام الروح القدس، وصوت أبيكم المتكلم فيكم هو الآب. فإذا الرب عم بيقولكم بس تكونوا عم بتبشروا بيسوع المسيح، بس تكونوا عم تحكوا عن عظمة الله، ما تفكروا حالكم يا إيش بدي أقول، ما تعتلوا هم. صلوا مثل ما صلى مر بطرس يوم اللي جاوب المسيح أنت هو المسيح ابن الله الحي. حكي مع الله، طلب المساعدة من الآب. اسمعوني منيح، طلبوا المساعدة من الله قبل ما تروحوا الأيام حل. العالم إذا بتطلعوا برا وبتطلعوا بالأخبار، العالم مليان مليان من الشر، معبى من الشر. يحتاج العالم إلى حمل، يحتاج العالم إلى حمام ودعاء، ويحتاج العالم إلى حملان، إلى حيات ذكية. العالم اسمعوني منيح، العالم مليان شر. العالم بينطر لحظة تينقض على الحمل وياكله. أي محل بتشوفه حيوان وديع بيجي حيوان أشرس منه وبياكله. العالم بدها تطلع فيكم هيك إذا كنتوا بتشبهوا يسوع. بس إذا كنتوا ما بتشبهوا المسيح، ما حدا رح يقرب عليكم، ما حدا بيقرب. اسمعوني منيح، ما حدا بيقرب عليكم، ما حدا بينه فيكم. يوم اللي بتكونوا حاقدين ومعبيين شر، الشيطان مرتاح، هذا المالته، ما حدا بيقرب عليكم. يوم اللي بتكونوا مليانين من المحبة والتواضع مثل يسوع المسيح، اسنانه للشيطان بده يطلعوا لبرا وقضافير وبده يهبشكم. تطلعوا فيه بتقولوا له آخر همة، تدعسك أمي، أمي أمي بتدعسك، ما بتخافوا من شيء. اليوم بتطلعوا ببلاد بره، إن أي ديانة بيصير عليها أي نوع من الإهانة تتسكر الشوارع، بيحرقوا المحلات. شر شر، دفاعا عن الله. هل الله يحتاج شر؟ يا ما تهدمت وتحطمت كنيسنا وسلبنا عقيد الجماعة زيتون، عقيد الجماعة زيتون، يحطمونا سلبنا ويدعوزوهن. ما عملنا شيء، ما عملنا شيء. ما حدا من المسيحيين سكر شارع، ليه بالدول العربية؟ لأنه في كتير مسيحيين هوني، ولا بأوروبا ولا نحن هون عندنا بأمريكا ما بنعمل شيء. ليش؟ لأننا مجانين أو ما منحب الله؟ بالعكس، نحن صورة الله بهذا العالم. سيدنا يسوع المسيح كان على الصليب عم بيتبزق عليه، عم بينهين،
هو على الصليب عم بينهان كان عم بيقول اغفر لهم يا رب. العالم شر، ما منرد على الشر بالشر. لا تفكروا ما منحب صلبانة، وحدا منكم يفكر ما منحب كنايسة اللي عم بيحرقوها. بس العالم ما بيعرف الله. المسيح بيطلع فيهم لليهود وبيقول لهم لقد عرفتكم وعرفت أن محبة الله لا تقيم فيكم. بدك تكون مثل الله؟ بدك تكون صفات الله تسكن فيك. مش كل ما صور عليك نوع من الشر يخلق فيك الشيطان حالة شر وتبلش، سوري على الكلمة، تبزق شر على العالم. أنا اللي علي بوقف على هذا المذبح وبعلمكم تعاليم المسيح. بتلاحظوا أحبائي كل ما صور علينا اضطهاد ما منسب بغيرنا. شوفوا تاريخنا، ما منسب، ما منشمت بغيرنا. إذا مبارح حرقوا القرآن بالسويد ولا واحد مسيحي طلع قول نشكر الله. منا شي يمنا، نحنا منا بلا تهذيب، نحنا شعب ريحتها حلوة، نحنا تلاميذ يسوع المسيح. نحنا ما منجاوب على تهديم صلبيننا بالشر، رغم أنه سيدنا يسوع المسيح بيقولكم سوف يبغضكم جميع الناس ويضطهدكم جميع الناس. نحنا منا تلاميذ الشر، نحنا تلاميذ سيدنا يسوع المسيح الذي يقول من ضربك على خدك الأيمن اعرض له الآخر. تعود ربوني تتعرفوا أنه أنتم شريرين. نحن أولاد الله. يوم اللي بيصير إيمانك معبى حقد على غيرك أنت منك تلميذ الله. الله طبعك غلط، اسمح لي، الله طبعك غلط. هذا منو الله؟ الله صورة واحدة، أب بي، الله حنون، الله معبى رحمة، ما عنده شر، الله بريء. اسمعوني، الله بريء، ما بيعمل شر. طلعوا بكتابنا المقدس أحبائي، فيش محل بيقول يسوع المسيح روحوا ضربوا العالم، خبطوا العالم، حطموا العالم. لا لا، ايش بيقولوا لنا نحن مثلا؟ والله إلهكم هو إله العهد القديم يلي فيه بقلبه شك بطون الحوامل والقتل. خليني أخبركم خبرية واحدة. بهذا النص سيدنا يسوع المسيح بيقول للعالم اذهبوا وتلمذوا الأمم وعلموهم بكل ما أنا أوصيتكم به. ايش وصانا المسيح؟ نشق بطون العالم؟ لا، لحدا يتفلسف علينا بإيماننا. لا، نحن منا من الأشخاص الشريرين يلي حدا بيقرب على كنايسنا منسبله من لا لا لا. نحن الله يرسلنا اليوم ودعاء كالحمام. وطقوا موت يا شيطان. الله يرسلنا كالحملان بينكم أيها الذئاب، منا خيفانين من حدا. بدو الله يغير الكون، بدو أشخاص بتشبهه. قديش بتشبهوا الله؟ عن جد قديش بتشبهوا الله؟ قديش عندكم شوق انه تكونوا مثل يسوع المسيح؟ سرعة الغفران عندكم مخيفة، سرعة المحبة عندكم حلوة. إذا العالم اتطلعوا فيكم شايفكم معبيين من المحبة بيصيروا يقولوا يا ريت فينا نكون مثلكم. روحوا غيروا العالم. برجع بعيد، طلعوا قديسين، روحوا اطلعوا قديسين، خلوا كنايسنا تفول قديسين، غيروا العالم، قولوا نشكر الله.